أنا ما كذبت باللي قلته، أنا عن جد ما قربت على المصاري. اليوم أبي أعطاني درس مهم وأنا استفدت منه وطبقته بالشركة، وقال لي إنه لازم أثق منيح بقدراتي، واللي علمني إياه بالحرف إنه الإنسان لما بيوثق بحاله وقتها كل الدنيا رح توثق فيه. وأنا استفدت من النصيحة والمستثمرين وافقوا. حكيك كله كذب كله يا تو. تعرف شغلة؟ منقدر نعالج أي شي بهالدنيا، بس الإنسان يلي بشك بالناس هذا ما له أي علاج، لأنه رح يضل يشك بكل الأشخاص يلي حواليه كل العمر. أنا قلت لك إنه ما قربت على هدول المصاري، وإنت فيك تتفقدن ورح تلاقيهن بمكانهم، فيك تتأكد. أي طبعاً أنا رح أتفقدن ورح نعرف إذا كان شكي بمحله. أنت على طول بتضلي عم تكذبي علي، واليوم شو رح يتغير يا ميت هودة؟ أنت شو عم تقول؟ أنت شو عم تحكي؟ أبي اهدى. لا بلا الضرب، بكفي انك هلأ ما عم تحكي، وهذا اكبر عقاب له. انا يلي بدي اياه هلأ تعطيني مفتاح هذا الدرج، رح تنكشف الحقيقة اذا فتحنا وتأكدنا. وبصراحة حابة اني اعمل هيك بس كرمال يرتاح زوجي. بعد اذنك عطيني المفتاح. أعطيها يا بنتي، هيك أحسن إلنا كلنا. أنا بوثق فيكي لأنه بنتي ميت ما بتقول غير الحقيقة.